شغلي الجمجمه اللي صدت دي يا حنان. ما هو لو عايز يأذيني كان أذاني هو مكتفني، مش يقول لي امشي وكمان يروح يحكي لمراته عليا. وهو مراته برضو اللي قالوا لك تقفلي بقك ده خالص وتحطي عليه قفل من حديد، وقالوا لك تبعدي عن بنتهم خالص، وبرضو مشيتي اللي في دماغك. يا ماما الفلوس دي كلها يا ما شاء الله يا ما شاء الله. مش تقولي يا حنان ان جوزك ورث؟ ويا ترى بقى مين اللي مات له؟ اخته ام كريم؟ ام كريم ايه؟ مفيش حد مات، الفلوس دي مش بتاعتنا. ايوه يعني بتعمل ايه في دولابك؟ بتتدفى يا صاصه، بتتدفى في وسط الهدوم، مش يمكن تفقس وتطلع غيرها؟ هي عسل انت. وهو على فكره بقى الفلوس دي فلوس شغل، واحده عندها فرح وعزمه يجي 300 نفر، وهنزل اشتري الطلبات بس يا رب يكفوا. هاتي الفلوس. وانت انت بطل تقعد تفتش في حاجه غيرك. ما فتشتش في حاجه، انا بسالك بس. البوك اهو في ايدك، ما تبصليش كده. ما هو تمام، هاتي بقى الفلوس وخلصيني. خد يلا حبيبي، عينك على خالتك، ما تسيبهاش غير وهي جوه المدرسه، وخلي بالك منها. ها ما تقولي له بالمره يمسك ايدي وهو بيعدي بيا الشارع، ده هم ايه ده اللي انا عايشاه؟ يلا يا ابني يلا، قبل ما تقول لك حط لها السندوتشات في الشنطه وتلبسني المريالة.